هنحتاج لاثنين كوب طحين وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة وربع صغيرة كربونات، 200 جرام زبدة، كوب ونص سكر، 3 بيضات فانيلا، 2 كوب كاكاو، وكوب وثلث كوب ماء دافئ، بسكوت شوكولاتة محشي كريمة. للكريمة رح نحتاج لكوب ونص كريمة مخفوقة، 3 كوب بسكوت شوكولاتة مطحون، وكيس كريمة بودرة بالإضافة للفانيلا. ده السكر والزبدة بقى. يلا هنا حطينا السكر والزبدة أول حاجة. طبعا الزبدة لازم تكون طرية، ما تكونش جامدة قوي علشان نقدر نخفقها. طبعا كل ما بنخفق الزبده والسكر في الاول كويس كل ما بيدينا نتيجه احسن. يعني هي عايزه في الاول خفق يمكن 5 دقائق مثلا، بس احنا طبعا ما عندناش وقت نخفق 5 دقائق، فاحنا هنخفقها بس لغايه ما تتجانس المكونات. بس هو احنا المفروض نفضل نخفقها لغايه ما تبقى كريمي وتفتح لونها، كده بتديني نتيجه احسن. طيب دلوقتي هنبتدي نضيف البيض اللي عندنا، عندنا 3 بيضات. تحكي لك لازم نحط ماء ورد مع الزعفران؟ لا مش لازم، مش لا. لازم ابدا، لا لا اللي بيحب يحط، بس هو مش شرط. اوكي. هلا بتسالنا اذا سمك الفيليه بصير ينحشي في طرق. طبعا في انا حشيته قبل كده سمك الفيليه، عملت يمكن مرتين فيليه محشي، مره حشيته بالجمبري وكان خليت كده القشره طالعه من الفيليهايه كل رول، وبالتالي مره تانية حشيته بالسبانخ. اوكي. طيب هنحط الفانيلا طبعا، دايما عيارنا طالما ان البيض والحاجات دي عاديه فهو غطى واحد كفايه. طيب دلوقتي هناخد الحاجات بقى الناشفة اللي عندنا، اللي هي عندي هنا ده البيكنج باودر والبيكنج صودا الكربونات، زي ما قلنا معلقة وربع كربونات وربع معلقة بيكنج باودر. عامة وصفات كيكات الشوكولاتة كلها بيبقى فيها كربونات، ليه؟ لأن الكاكاو أتقل من الطحين، والبيكنج باودر كويس ان هو يرفع لي قوام الطحين، بس لان البيكنج باودر اتقل فالبيكنج الكربونات اقوى من البيكنج باودر. أوكي. فهو هيرفع لي الكاكاو، عشان كده اغلب كيكات الشوكولاته بنلاقي فيها كربونات، واغلب وصفات الكيك اللي جواه زبيب او حاجات كده برضو اغلبهم كربونات. اغلبهم مش كلهم بنلاقي برضو جواهم كربونات. اوكي. طيب هنقلب بس دول مع بعض شويه، وكله هيختلط طبعا دلوقتي. بتعرفي امبارح ايش عملت؟ عملتي ايه؟ بلونديز. لا والله. ايه كثير ذكيين. هم كثير دسمين. بقى يا اختي بصراحه الاكل الدسم لطيف، والواحد ياكل منه بقى على خفيف كده احسن ما. طيب هنحط دلوقتي شويه، يعني هنحطه على 2 3 الخليط بتاعنا ونقلب. الكيكه دي تقدروا كمان تعملوها كيكه في صينيه، لان هي الوصفه نفسها حلوه. وممكن على فكره تعملوها باي وصفه كيك عندكم. دي هي النهارده هي فكره اكتر مما هي وصفه.
يعني فانتوا انا عامله لكم وصفه كيكه تحفه رائعه رائعه، بس لو انتوا في نوع تاني من الكيكات انتوا معتمدينها فعادي بتقدروا تستعملوها بدل الوصفه بتاعه النهارده، بس المهم هي في الفكره. طيب زي ما انتوا شايفين الخليط جامد، عشان كده احنا عندنا هنا الميه اللي هنضيفها عليه. البودنج عملناه صح غادة؟ ده البودنج لسه عاملاه أنا من في العيد أول يعني الحلقة اللي فاتت على طول. هدى أبو حسان، سهام كامل، الله يسلمك، وفاء الزاغة، إيمان سلمى، أمل جبريل، تمارا الشيشاني، وكل اللي عم بيسألوا بدي أشكرك تمارا على السؤال، وكل اللي عم بيسألوا عن الزميلة رندا عازر وكمان رندا نجار، لأنكم عم تسألوا كثير أكيد إحنا بنتمنى لهم كل التوفيق. هم تركوا رؤية وطبعا مشتاقينهم كثير، وإن شاء الله هيك يا رب يوفقهم بمشاريعهم القادمة، لأنه كل يوم عم بتكرر السؤال. وبنشكر دائما تواصلكم معنا عشان ما تحكوا إنه إحنا ما عم نوضح، هم تركوا رؤية. طيب دلوقتي إحنا خلصنا خلاص خليط كده عندي، تمام. وزي ما قلت ممكن تستعملوها ككيكة مش بس كب كيك. هناخد الصينية، بس نبص بص على السمك ريحته تجنن. خلاص هو تقريبا خلص، تمام. طيب دلوقتي هناخد الصينية اللي عندنا، هي الفكرة فيه بسكوت اللي ده اللي بيبقى في السوق ده اللي جواه كريمه، ما اي نوع من الحاجات المحشيه دي بناخدها بنحطه في قاع ورق الكب كيك بتاعنا. اوكي. وبعدين بناخد الخليط وبنبتدي نحط فوق الكوكي البسكوت ده من خليط الكيك اللي عندنا، معلقة تقريبا. بس المهم يعني احنا المهم نبقى واصلين للمستوى اللي احنا متعودينه في هو طبعا في شوية هينزلوا تحت. بعدين في ورق اكبر من ده، فهو حسب الورق اللي انت كمان مستعملاه بتحطي بس هو دلوقتي قصدي لما يسخن الخليط هينزل تحت شوية من الجناب، فهو كده الكمية دي معقولة. بندخلها طبعا الفرن على درجة حرارة 180. دلوقتي احنا عندي الكريمة هنا، انا ضفت لها كل حاجة الا جبت بس شوية بسكوت من نفس البسكوت ده، بس شلت الكريمة اللي في النص وطحنته، فهو كده بقى. فهاخد البسكوت المطحون ده واحطه على الكريمة. ايه رأيك؟ وريهم كده بقى القطمة دي، انت عايز تتصور. شوفوا محلى، مش معقول. بنفع اعمل لك دعاية؟ بينفع تعملي دعاية. كتير زاكي، شوفوا ما اغرب الفكرة وابسطها بنفس الوقت. هنقلب بقى البسكوت ده مع الكريمة اللي احنا عاملينها علشان تبقى النكهة يعني متغلغلة في الموضوع كله. وناخد الأكياس بتاعتنا، مش عارفة أنا هجرب حط، مش عارفة هتظبط ولا لا، إن شاء الله ما ظبطتش. ناخد الكيس الثاني، الكريمة دايما علشان تمسك معاكو اخفقوها بكريم، يعني الكريمه البودره اخفقوها بكريمه
سائلة ما بتحطهاش بحليب زي ما هو مكتوب. كتير بيبقى نفسي اعرف بتضحكي ليه كتير شوية. تاكلي بكفي اكل. كلي يا لولو. نقوا علي كل كلي. لقمة من الصباح. كلي ده انت سفيفة خالص. حبيت الفكرة غادة. لطيفة. ممكن تدينا الطبق لو سمحتي؟ ممكن. خضار؟ نعم. يسلموا ايديكي. شكرا. عينيكي. حلو. هو طبعا البسكوت عامة الناس كلها هذا عن جد الكل بيحبه. فعشان كده قلنا كمان مع الكريمة فيها نفس النكهة فبيبقى هلا الأسود. أنت البسكوت الأسود كسرتي صح؟ طحنته. طحنتيه طح. وحطيناه على الكريمة. على الكريمة. أوكي حلو. طب غادة صحيح ليش ما حكيتي لي استنى مع الكريمه؟ عم بيحكوا لي ضحكت عليكي غلط. لا طبعا ما ضحكتش عليكي. طب هم قالوا لك كده كل ده عشانك خليهم هم بقى ياكلوا. انا بضحك عليكي انت بس عشان توريها للناس من جوه صح؟ صح مزبوط. بعدين كريمه وهيك مش هينفع على الهوا. طيب امل جبريل مش معقول تلميلي على غاده بليز. الله يسعدها. حكينا بيصير من بيصير نحشي السمك الفيليه. سلمى من الجزائر بنصبح عليكي يا سلمى. طيب بصي في انا لقيت الانواع الصغيره من البسكوت ده. طبعا اي حاجه طبعا انتوا عايزينها بس انا لقيت الميني منه فبيبقى شكله لطيف كده لما بنحطه. احلى هذا كمان لعيد ميلاد. فكرة حلوة. ممكن نحط شوية خرز كده بس ملون. يي. نحط شوية ولا ايه رأيك؟ خلينا نحط. مش كتير. انا بقول لك انا بحب ال انا ما بحب هذا الاشي. بس شوية صغيرين كده. اوكي. لا بس كسرت لون. ممكن نستغني عن الجليسرين في عجينة السكر. بصي الجليسرين بيخلي العجينة إلاستيكية معاكي. فلو استغنيتي عنه هتمشي العجينة بس لازم تستعمليها على طول يعني مش هينفع تتشال كتير.